مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة صحفية جديدة مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ هذه الجولة بصحيفة الأهرام التي أبرزت في صدر صفحتها الأولى إطلاق مشروع المليون ونصف المليون فدان أمس، وكتبت: حلم يتحقق على أرض الواقع. الرئيس يدشن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان بالفرافرة. السيسي يطالب بتسهيلات بنكية لصغار المزارعين بفائدة أقل من 6%، زيادة إنتاجية للمحاصيل ومضاعفتها باستخدام البذور الجيدة لرفع دخل الفلاحين. التخطيط لإقامة مشروعات ضخمة بالنوبة وسيناء، وتكليف وزير الصناعة بسرعة إنجاز المناطق الصناعية المختلفة على مستوى الجمهورية. من جانبها كتبت صحيفة الجمهورية: الرئيس يطلق إشارة البدء لمشروع 1.5 مليون فدان من الفرافرة، مشروعنا العملاق لصالح هذا الجيل والأجيال القادمة. وزير الإسكان: مشروعنا الجديد يحقق التنمية المتكاملة، هدفنا إعادة توزيع سكان مصر خارج الوادي والدلتا. السيسي يجيب على مشاعر القلق لدى المصريين بشأن سد النهضة: اطمئنوا، لم ولن أضيعكم. المفاوضات تسير بشكل جيد لحماية مصالحنا المشتركة مع إثيوبيا. أما صحيفة الشروق فكتبت في عناوينها الرئيسية: مجلس الوزراء عام 2016 سيحمل الخير للمصريين. تكثيف الإجراءات الأمنية على أكثر من 4 كنائس تكدسا بأسوان خلال احتفالات رأس السنة. في الشأن الاقتصادي، ميزان المدفوعات يتحول من الفائض إلى العجز بنحو 3.7 مليار دولار. وفي الشأن الرياضي، مجلس الأهلي يتمسك بالشرعية ويستنجد بالأولمبية الدولية. الزمالك يرفض قرارات الجبلاية ويهدد بعدم استكمال الدوري. من صحيفة اليوم السابع نطالع: الحكومة تناقش اليوم الأوضاع الأمنية والاقتصادية في اجتماعها الأسبوعي. وزارة التضامن تعلن صرف معاشات شهر يناير الأحد بمناسبة أعياد الميلاد. وزارة السياحة تنظم احتفالية بمنطقة الأهرامات وترعى 3 حفلات بشرم الشيخ في رأس السنة. ناسا تحذر العام الجديد يشهد أسوأ تغيرات مناخية منذ عام 1997. الأرصاد تحذر طقس غير مستقر اليوم وهطول أمطار على شمال البلاد. ننتقل إلى مقالات الصحف المحلية ونقرأ في رأي صحيفة الأهرام مقالا تحت عنوان: مشروع الأمل. يتحدث فيه الكاتب عن تدشين الرئيس لمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة أمس، وعن أن هذا المشروع يعد بادرة خير وأمل خاصة للشباب والخريجين الجدد الباحثين عن فرص عمل. يقول الكاتب: من المؤكد أن مشروع الأمل لاستصلاح 4 ملايين فدان من شأنه أن يغير ظروف المنطقة الاقتصادية والصناعية والحياتية أيضا، وسوف يحقق نقلة نوعية في حياة سكان تلك المنطقة والمناطق المجاورة لها إلى الأفضل، ويبث الأمل في حياة كريمة من العمل والاستقرار بعيدا عن شبح البطالة والهجرة إلى المجهول للبحث عن الرزق ولقمة العيش. بالإضافة إلى تأكيد الخبراء أن منطقة الفرافرة تعد تدعيما لأمن مصر القومي، حيث تؤمن حدود مصر من ناحية الغرب. أما صحيفة الجمهورية فكتبت في مقال لها بعنوان: عام جديد لا مكان فيه للمترددين والمتفرجين. يتحدث فيه الكاتب عن ضرورة العمل للنهوض بمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، ويقول: مع بداية عام جديد ورحيل عام يمضي انتهى بخيره وشره، يجب أن ندرك أننا أمام حمل ثقيل ويحتاج إلى الإدراك الكامل لحجم ما علينا التصدي له. علينا أن نتقدم بالمشروعات والخطط والأفكار الكفيلة بالمعالجة والتعامل العملي مع واقعنا، ولا نتصور أنفسنا حكماء العصر. نتحدث ولا نعمل، ننتقد ولا نشارك، نطلب من الآخرين سواء كانوا مسؤولين أو شبه مسؤولين أن يتصدوا للمشاكل، ونظل نحن مراقبين من الخارج. هذا دورنا جميعا بلا استثناء، فنحن قادرون على إنجازه شريطة أن تتوافر النوايا الحسنة، ومن يتكاسل أو يتعالى أو يتردد فليس منا. فتح
نتحول إلى الصحف العربية ونقرأ من جريدة القدس العربية اللندنية. مسؤول يمني: الجنرال اليمني علي محسن الأحمر يقود معارك ضد الحوثيين عبر الحدود السعودية، وقوات هادي تتقدم في حجة. التحالف يعلن سقوط طائرة بحرينية غداة مقتل 3 عسكريين. دمشق تعتقل معارضين عضوين في هيئة التفاوض المنبثقة عن مؤتمر الرياض. جيش النظام يعلن السيطرة على بلدة استراتيجية في الجنوب وفصائل تنفي. إلى جريدة القبس الكويتية ونطالع منها: إسرائيل تعلن الاستنفار على الحدود الشمالية والجنوبية تحسبا لهجوم من داعش. العراق: إنزال ثالث لقوات التحالف في الحويجة غربي كركوك وضربة مزدوجة لداعش. رئيس الكتلة النيابية كاظم الشمري يحذر من فتح صفحة ساخنة لتصفية الحسابات. جريدة الحياة اللندنية أجرت حوارا مع سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، نطالع أهم ما جاء فيه. ما تنتهي إليه معارك الأنبار سينعكس إيجابا وسلبا على تحرير نينوى، وهناك تطمينات حول إعادة النازحين وعدم حصول تغيير ديموغرافي بالمنطقة. على الحكومة في بغداد أن تستثمر الزخم في التحالف الإسلامي الذي أعلنته السعودية في الحرب على داعش. جريدة البيان الإماراتية جاءت أبرز عناوينها كالتالي: الإعدام لـ3 متورطين في قتل شرطي تونسي، والرئيس التونسي قائد السبسي يدعو إلى تعزيز الوحدة في مواجهة الإرهاب، تسليم جثامين 3 شهداء ومقتل مستوطن متأثرا بالطعن، رئيس الوزراء الإسرائيلي يزعم الحرم الإبراهيمي للإسرائيليين، وحاخام إسرائيلي يدعو إلى حرق المساجد والكنائس في القدس المحتلة لتقويض حركة غير اليهود في المدينة. نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة لوموند الفرنسية: العالم يحتفل بالعام الجديد اليوم وسط مخاوف من هجمات إرهابية محتملة، و2015 العام الأسوأ لفرنسا وأوروبا في حالة تأهب ضد التهديد الإرهابي. ميركل في خطاب لها بمناسبة حلول العام الجديد تؤكد أن اللاجئين الذين تدفقوا إلى ألمانيا يمثلون فرصة للبلاد، وتحذر من إقصاء الآخرين. كانت هذه جولة سريعة في أبرز العناوين في الصحف المحلية والعربية والعالمية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.